حدث ما حذر منه وبدت أزمة المشتقات النفطية بهذه الطوابير في شوارع عدن، حيث تتعطل الكثير من المصالح في المدينة ويتكبد المواطن أعباء إضافية فوق كاهله. وأمس كان ما في ولا بمحطة، رحنا على البريقة قالوا ما فيش، رجعنا هنا طابور. مدير شركة النفط عاد إلى الواجهة بوثيقة تضمنت رسالة شكوى إلى رئيس الحكومة، محملا الشركة المحتكرة استيراد النفط مسؤولية الأزمة. في الأمور هذه لازلنا في متابعة إن شاء الله رواتب العاملين في المصافي، هم أخوتنا، لن نتركهم بدون رواتب، لن نتركهم، هذا سنعمل المستحيل وإن شاء الله تنفرج الأمور في هذه الأيام القادمة. أجور عمال المصافي ونقص السيولة وضعف إيرادات الاستثمار المتعثر والكثير من الإشكاليات المتداخلة تحول دون حل جذري للأزمات المتتالية في العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.